احنا موجودين هنا علشان في حاجات كتير قوي في وزارة الداخلية غلط احنا نفسنا انها تتصلح. احنا جايين بشكل سلمي عايزين نوصل هدف للسيد الوزير، لان رفض الوزارة رفض انها تستمع لكل الضباط الصغيرين اللي مرميين في الشوارع طول النهار، اللي كل يوم بيموتوا وما فيش حد بيجيب حق شهدائهم. كل دي مساوئ عندي في الوزارة لازم تتظبط علشان اقدر اشتغل بفعالية واقدر اشتغل بكرامة واقدر اشتغل تاني وارجع الامن الموجود في الشارع. طب هو في حالة فقدان هوية، هم جيش هم قوات مسلحة؟ ما تقدرش تقول كده، والقانون والدستور بيقول لنا هيئة مدنية. يبقى ازاي؟ يبقى لازم نقعد مع الضباط دي، قيادات الوزارة تقعد مع الضباط دي ونشوف ايه الوسيلة اللي نقدر نحقق ليهم بيها مطالبهم في ايجاد قناة شرعية علشان يقدروا يعبروا فيها عن ارائهم، وده حقهم الدستوري والقانوني. اللي هو سامي سيدهم كل اللي بنتكلم عليه بنقوله عايزين نقابه، وايه اللي عنده بلاغي يقدمه. انا بتكلم في حاجه وسيادته بيرد عليا في حاجه تانية خالص. يعني فكر القيادات اللي زلم يتغار، هو النهارده بيقول لي اللي عنده حاجه يقدمها، عنده حاجه يقدمها. انا بطلب نقابه لضباط الشرطه، طلب قانوني مشروع ما اقدمه اخذ اجراءات قانونيه. هل يتم التعسف معايا في اتخاذ الاجراءات وتحويل المجلس محاكمه تأديبية لمجرد ان انا طلبت ان انا انشئ نقابه؟ امال لو كنت سرقت كنت هعمل في ايه؟ التعليمات لازم ايه التعليمات بالظبط؟ قول معايا التعليمات بعد اذن حضرتك.